ان انا اجيب القلم الرصاص وابدا ان انا اشتغل بهذا الشكل واعيد بالقلم الرصاص على الايه على الكربون اللي ايه اللي مطبوع على ال بتثبتها يعني. بالقلم الرصاص ده تمام تثبيت للايه للتصميم. ميزة الأعلى بالشكل ده هو إنها بتحافظ على سلامة العمود الفقري. استقامة العمود الفقري. تمام. وبعدين الركبة دي هي بترفع الشغل وتخليه قريب من نظر اللي من نظر العين. تمام. غير مثلا لو جيت عملت كده فهي ظهرك هيوجعك. مثلا يبقى في انحناء شوية. فدي دي كده غلط. ده كده الصح. تمام.
ده هو بقى في الدايرين ده بدا الشكل الواحده الجديده كده. ودلوقتي انا شغال وبعمل الكنار ده بقى لحضرتك وبكده يبقى ايه القطعه ايه انتهت تماما. ادي الكنار اهو ببدا ان انا اكمله. عملت الكنار وفاضي لي ايه الجزئيه دي هي ايه بكمل بهذا الايه بهذا الشكل اللي انتم شايفينه. كده خلصت خالص.